ارد امسي عليكم زملائي في الاستديو زميلي سلمان وزميلي علي طبعا متواجد في حديقه دحل الحمام لتغطيه مهرجان الدمج الرياضي الاجتماعي ومعاي استاذ علي المحمدي راح يكلمنا اكثر عن هذا المهرجان واهدافه مساك الله بالخير مساك الله بالنور طبعا مهرجان الدمج الرياضي الاجتماعي تنظم مبادره بست باديس قطر يعتبر هذا المهرجان هو ختام انشطتنا لعام 2012 وطبعا يهدف مهرجان الدمج الرياضي الاجتماعي الى دمج الاشخاص من ذوي الاعاقه الذهنيه والاعاقه النمائيه في الانشطه الرياضيه والمسابقات الرياضيه المختلفه طبعا حظى المهرجان يعني بمشاركه واسعه من الاهالي ومن ذوي الاعاقه ومن أصدقاء من غير ذوي الإعاقة في هذا المهرجان الرياضي كما تعلمون أن الأنشطة الرياضية الخاصة والمعدلة للأشخاص من ذوي الإعاقة لها إقبال يعني كبير حيث أنها تنمي مهاراتهم الرياضية وتنمي لياقتهم البدنية أيضا وأيضا تساهم في عملية الصداقة ما بينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة طبعا أنشطتنا احنا بدأت اليوم من الساعة أربعة ونص العصر ومستمرة حتى الساعة التاسعة مساء وطبعا كانت المشاركة جدا جميلة وفي تفاعل ما بين الأهالي وما بين الأطفال المشاركين في هذا المهرجان وإحنا في الحقيقة اخترنا حديقة دحي الحمام كحديقة عائلية وفيها عدد كبير من الأسر يرتادون هذه الحديقة وطبعا أحب أن أشكر أيضا الجمعية القطرية للسكري اللي ساهمت معنا في التوعية للسكري وعمل فحوصات للأهالي وأيضا المصابين بالسكري في هذا المهرجان هذا بالإضافة أحب أن أشكر وزارة البلدية والبيئة على تسهيلها مهمتنا في توفير الحديقة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح هذا المهرجان طبعا هذا المهرجان نعمل احنا بشكل سنوي خاصة في وقت الشتاء ونحاول نشرك فيها أكبر عدد من الأهالي والأسر وذوي الإعاقة في هذا المهرجان طبعا أحب أني أشكر أيضا في الختام تلفزيون قطر اللي دائما سباقة في تغطية فعالياتنا وبرامجنا وأنشطتنا ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله في عام 2018 راح تكون هناك مجموعة من البرامج والأنشطة اللي تنظمها المبادرة تساهم في تحقيق الدمج الاجتماعي لاشخاص من ذوي الاعاقه الذهنيه والنمائيه في دوله قطر. آه يعطيك الف عافيه ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. آه طبعا اعزائي المشاهدين آه هذا ما لدينا اليوم من المهرجان ونرجع لزملائي في الاستديو.